خلاص ركبت الحنفيات. خلاص يا عطنان، خمس مره تتسرق فيها الحنفيات دي تقوم عادي. طيب اما اشوف انا هتتسرق تاني ازاي. طب ابعت لي الفاتوره. بس لو امسكه ايه دول يا استاذ علام؟ فين تلت اول؟ اهي حبيبي. دي برضه تلت اول؟ لا حناظر، الظهر باعتين مندوبين عنهم. مندوبين؟ ايوه. دول مندوبين؟ لا، دول مندوبين. مندوبين؟ انا هتجنن من تلت اول دية. انا هشوف اخرتها معاهم. يوهو جوكر. كنتان؟ لا مش كنتان. الحمد لله. كمان واحد. سمعنا يا معلم؟ رص كمان واحد. حاضر، يبقوا خمسة. أربعة بس يا ابن الحرامية. رص هات حاجة اللي تالتة أول. ماشي يا معلم. مش هلعب الضرب. ليه؟ فلوسي خلصت. العب بأي حاجة. ثانية واحدة. أنا لا يمكن أستحمل أكثر من كده. حصل خير يا حضرة المدرسة؟ مش هيحصل خير ابدا طول ما ابنك هنا في المدرسة، والفصل ده لازم يتقفل فورا، والخمسة دول لازم يترفضوا، وخصوصا الواد اللي اسمه مرسي الزناتي ده. خمس سنين دلوقتي ومدرسة الأخلاق الحميدة نتيجتها في الثانوية لم ينجح أحد. وكل ده بسبب المحروس ابنك. كن كان. محروقة غيرها. والله يا حضرة الناظر انا خايف يكون ابني مظلوم في الحكاية دي. طبعا هتدافع عنه. ما تنساش كمان يا حضرة الناظر ان ابنك تلميذ في نفس الفصل. تاخد دي باتنين جنيه. جنيه واحد بس. طب جنيه وحنفيتين؟ وحنفية واحدة. طب أبد. أرجوك يا حضرة الناظر بلاش حكاية قفل الفصل دي. وافرض إن أنا وافقت إن الفصل ما يتقفلش، أجيب لهم مدرسين منين؟ دول خلصوا على مدرسين البلد. تلاتة جات لهم ذبحة صدرية، واحد استغنى عن التدريس وفتح كشك سجاير، والباقي في مستشفى المجازيب. دول طلبة ولا حرامية؟ حرامية؟ لا
لا حراميه دي كلمه كبيره قوي حضره الناصر، ما وصلتش للدرجه دي. لا وصلت، دول سرقوا عربيه رئيس مكتب مكافحه شركه السيارات وتقول لي ما وصلتش يا كابر. فندم حضره الناصر، روح هات بهجة الاباصيري. حاضر. مين؟ بهجة الاباصيري. اجيبه ازاي يا حضره الناصر؟ اندهله. اندهله ازاي يا حضره الناصر؟ ما انت عارف انه ايه؟ هيضربك يعني؟ اه. طب سيبه يضربك وشوف انا هعمل فيه ايه. ما ضربني قبل كده ما عملتش حاجه. لا المره دي بقى هعمل بصحيح. روح اندهله. اروح وامر الله. اتفضل يا سيدي، حتى الفراش خايف يندهله. ما لو كان ابنك اتربى. لا لا ارجوك يا حضره الناصر، انت عارف عيلتنا كويس. احنا بقالنا 100 سنه في اسكندريه محدش سمع لنا حس. من ايام جدي الكبير الاباصيري باشا ما فتح الاجزخانه. امال ابنك ما طلعش كده ليه؟ دي مش مشكله ابني لوحده، دي مشكله الجيل كله. انا ما اقدرش اقفل الجيل كله، انا اقدر اقفل الفصل بس. ما تنساش كمان ان ابنك تلميذ في نفس الفصل. ابني متربي كويس يا دكتور اباصيري، ابنك هو اللي اثر عليه. احنا معروفين كويس قوي في البلد. انا جدي عبد المعطي باشا الكبير كان تعال. افندم. مين معاك بره؟ لا ابدا مفيش، دي الشنطه. شنطه ايه؟ شنطه الكتب طبعا. سيبها بره ليه؟ اظن مش من لايق يا حضره الناظر اخش على حضره الناظر ومعايا شنطه. يا سلام يا سلام على الاخلاق. روحات الشنطه يا جابر، روحات الشنطه يا جابر. صباح الخير يا بابا. شنطة. قول ليه دي شنطة الكتب؟ سيادتك عارف إن الامتحانات كتير قوي الأيام دي، فعشان كده الواحد لازم يستعد بأكبر مجموعة من الكتب والمراجع. بقى الشنطة دي فيها كتب ومراجع. أيوه. طب افتح الشنطة بقى ووريني الكتب والمراجع. إيه ده بقى؟ إيه ده؟ انتوا مش مصدقيني ولا ايه؟ احنا مصدقينك بس افتح. المفتاح مش معايا. روح هات شاكوش واجن يا جابر. شاكوش واجن يا جابر. مفيش داعي يا جابر. ادور لها على مفتاح بقى. شفت يا سيدي؟ بتاعت ايه المفاتيح دي كلها؟ رد يا ولد. لا بابا مفيش داعي عقلك يروح لبعيد. المفاتيح دي انا مش شايلها عشان حاجه معينه، لا. المفاتيح دي انا شايلها احتياطي. احتياطي؟ احتياطي ليه؟ احتياطي لاي حاجه، اي حاجه عايزه تتفتح. علبه سردين، علبه مانجا، علبه كبريت، اي حاجه. ومع ذلك مفيش ولا مفتاح بيفتح. هات الأجنة يا جابر، هات الأجنة يا جابر. ما تجيبش الأجنة يا جابر، أمرنا لله. طفاشة؟ ابني أنا شايل طفاشة؟ هما المدرسين طفشوا من شوية. ادي مرجع اهو، اتفضل. سوسن، حكمت، نعيمه، كاميليا. شفت المراجع؟ المراجع اللي شايلها ابنك. وانت واقف هنا ليه؟ روح شوف شغلك. حاضر حضرة الناظر. هي دي المراجع؟ هوريك المراجع اللي شايلها ابنك. اتفضل. رسالة الغفران للمعري. الأغاني للأصفهاني. م...
مرتفعات ويزرينج. وده اسمه ايه؟ دي ما بقتش مدرسة الأخلاق الحميدة، دي بقت مدرسة الشرع الشواربي الحميدة. مش ممكن، مستحيل. اللي جاب الحاجات دي في الشنطة؟ أنا عايز أعرف. صعب اتشاط واستهبل. افتكرت وانا راكب الطرام. الطرام وانا في الطرام بقى كان في واحد قاعد جنبي معاه شنطه، شنطته شبه شنطتي، فانا خدت شنطته وهو خد شنطتي. اعمل ايه دلوقتي؟ يا رب هعمل ايه دلوقتي في الامتحان؟ يا رب هذاكر ازاي الكتب والمذكرات والمراجع والملخصات بتاعتي، حتى البرشام اللي انا عامله الامتحان يضيع كده في لحظه. لا يا رب مش ممكن اسقط السنه دي كمان يا رب، الا اذا كانت دي مشيئتك يا رب. اذا كنت عايز نسقط انا مش معترض. اللهم لا اعتراض يا رب. فلتكن مشيئتك يا رب. انا عارف راجل كويس على فكره، اللي خدمه انا عارف شبهه، عارفه كويس قوي، هروح اجيب لكم حالا. امشي لكم يا جابر. لفيت لما دوخت ما لقيتش الراجل اللي خد الشنطه بتاعتي، لكن انا بكره ان شاء الله هدور عليه وعد شرف. يا بهجه يا ابني، مفيش داعي للتهريج والدلع ده. حضره النظر مصر ان يقفل الفصل ويرفدكم. وهكتب للوزاره دلوقتي وفورا. حلمك بس حضره النظر. سيبك مني. الفصل ده بياخد عليه اعانه في السنه 500 جنيه، لو قفلوا الاعانه هتتلغي. ارخص يا ولد، انت بتشتغل ايه؟ طالب ولا تاجر شنطه؟ وارجو حيث انني وحيث أنهم وحيث أننا كلنا، لذا أرجو إذ ليس رجاء حار بقفل الفصل فورا، وتفضلوا بقبول فائق والاحترام. أجابر أفندي محط ناظر. روح هات مرسي الزناتي. حاضر. مين؟ مرسي الزناتي. أجيبه إزاي حط ناظر؟ انت اهله. انت اهله ازاي حاط ناظر؟ ما انت عارف انه ايه؟ هيضربك يعني؟ طب سيبه يضربك وشوف انا هعمل ايه. ما ضربني قبل كده ما عملتش حاجه. المره دي انا هعمل بصحيح. روح انت اهله. اروح وامر الله. بس كنت عايز اقول لحضرتك يا فندم، في واحده ست بره عايز تقابل حضرتك. ولي امر مين؟ ما شفتهاش قبل كده. طب روح انت لمرسي وانا هطلع للست دي. حاضر. اهلا وسهلا. عفاف سالم. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ انا عفاف سالم. وانا عبد المعطي عبد النبي. الله، هو القرار ما وصلش حضرتك؟ قرار ايه؟ ما وصلنيش حاجة. لحظة واحدة، انا معايا نسخة. ايه عايزني اعمل ايه يعني عشان احس بالمسؤولية؟ عايزك تذاكر عشان تاخد الثانوية العامة وتخش كلية الصيدلة وتمسك الأجزخانة. مش هدخل كلية الصيدلة ومش ماسك الأجزخانة. تبقى مش حاسس بالمسؤولية. يا بابا طول عمرك بتفكر في اللي أنت عايزه، بس عمرك ما فكرت في اللي أنا عايزه. أنت عايز إيه؟ عايز أشتغل في البحر. تعمل إيه في البحر؟ أي حاجة. مش عارف. مش عارف يعني إيه؟ برضه مش عارف. ودي مسؤوليتكم أنتوا إنكم تساعدوني نعرف إن أنا عايز إيه. ده هيتفلسف. امال بتصل دايما ليه بالفلسفه؟ مفيش فايده. برضه مش عاوز تفهمني. كل اللي بتفكر فيه انك تهزقني وبس. الظاهر انه حصل سوء تفاهم بسيط. القرار ده مش صحيح. ليه؟ مش دي مدرسه الاخلاق الحميده؟ كانت. ودلوقتي؟ ربنا العالم دلوقتي بقت ايه؟ دي مدرسه للبنين مش للبنات. انا عارفه انها للبنين. والوزارة بعتني على هذا الأساس. الظاهر إن لك أعداء كتير قوي في الوزارة. فصل ثانوية عامة اللي عندي في شبان في سن خطرة. جزء من تخصصي إني أدرس لشبان في سن خطرة. وأنا من تخصصي إني أمنعك إنك تدرسي هنا. أنا آسف يا مدام.
انسه من فضلك. وكمان الوزاره بعتالي انسه. حضرتك ما ادتنيش فرصة اتكلم. أنا آسف، اتفضلي اقعدي. اتفضلي. شكرا. بس قرار التعيين حضرتك. أنا آسف يا أنسة، لكن هتشكريني بعدين. ودلوقتي تقدر تروح للسيد مدير المنطقة تخليه يشوف لك مدرسة تانية علشان تدرسي فيها. شايف؟ شايف إيه يا ولد؟ شايف اللي شايف بقى مين اللي بيطفش المدرسين؟ طب اذا انا جبت لحضرتك جواب ان المنطقه موافقه. لو الدنيا كلها وافقت انا مش هوافق. انا مش عايز مذبحه الاسكندريه تحصل في عهدي تاني. يعني سيادتك مش موافق. وتاكدي برضو ان انا باخد القرار ده لمصلحتك. انا في سن ودرجه تعليم تسمح لي اعرف مصلحتي كويس. وعلى العموم انا هروح اقابل مدير المنطقه التعليميه. وصلها يا جابر. ايه ده يا ولد؟ ولد تعال هنا. ايه اللي بتعمله ده؟ هوصلها. حد طلب منك انت توصلها؟ حضرتك مش حضرتك قلت وصلها يا جابر؟ وانت اسمك جابر؟ لا انا مرسي. انا اصلي افتكرت حضرتك غلطت في اسمي. اصلك من 3 سنين غلطت في اسمي وقلت لي يا علي. انا اسف يا انسه، اصل حضرتك دلوقتي فهمتيني كويس. حصل خير، مجرد سوء تفاهم. هو فاهم انك عايزه يوصلني. انا احسن واحد يوصل في اسكندريه. كل يوم تلاقيني في محطة الرمل من 9 للصبح أوصل أي حد لأي حد. متشكر. لو حبيت أروح المنطقة التعليمية أركب إيه؟ أنا أوصف لسيادتك. لما تخرجي من هنا هتلاقي شارع على اليمين في آخره البحر الأبيض المتوسط لازق فيه على طول الكورنيش. لو مشيتي بقى والبحر على يمينك هتلاقي على شمالك محل اسمه أتينيوس ليه مدخلين. تخشي انت بقى من الباب اللي على البحر الأبيض المتوسط هتلاقي هول كبير وفي اخره ترابيزه على اليمين قاعد فيها الاستاذ بهجت الاباصيري. مش كده يا زعيمي؟ كده يا صديقي. تسالي عليا الف من يدلك. هتلاقي الزعيم قاعد هناك من 8 ل 9. اي حد يحب يروح المنطقه التعليميه لازم يساله يركب كام. مش كده يا زعيمي؟ كده يا صديقي. واذا تهتي بقى هتلاقي ان انا بقى في محطه الرمل من 9 للصبح بوصل الناس. تجيلي اوصلك. مش كده يا زعيمي؟ كده يا صديقي. خلصتوا؟ خلصتوا يا عصابة؟ هو اللي يعمل خير في بلد دي يتشتم ولا ايه؟ الحق علينا. مش احسن ما تقع في ايد واحد نصاب يشربها حاجة صفرة في كوباية؟ ولا يتوهها؟ ولا ايه يا ست؟ الطلبة بتوعك ظراف قوي يا حضرة الناظر. متشكرين قوي. العفو. اديك شفت بنفسك. وصلها يا جابر. حاضر. انا بقول يا جابر يا جابر يا جابر جابر. بعته جيب لي سندوتش. مفيش داعي انا هعرف السكه لوحدي. اديك شفت بنفسك مرسي الزناتي. نعم. العينه الثانيه في سنه ثالثه اول. انا بيتهيألي الولد ده هو اللي تلف اخلاقك. بهجة كان جاي هنا زي القطه المغمضه. ده اللي لازم تنفذه حضره الناظر. عمي 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 عمي. نعم. لا مضى كتير مش عارف. مرسي صلي على النبي ده ابويا. ايوه انا ابوك. ارجوك ارجوك يا بابا ما تسمحش لنفسك بتقييم الموقف بدون دراسه مسبقه، والا هتخرج بمفهوم خاطئ منعكس عن رغبتك في تلويث الاخرين الشرفاء. الامر الذي سوف يضطرني في النهايه للدفاع عن صديقي بغض النظر عن اي اعتبارات اسريه بعيده عن ارض الواقع. متشكر يا زعيمي. العفو يا صديقي. صحيح انا ما فهمتش ولا كلمه من اللي قلته، لك متشكر. انا بتاعك يا صديقي. الفندي ده بقاله 3 ايام بايت بره بيتهم وابوه قلب عليه اسكندريه. سات عليه في المستشفيات والاقسام وما لقاهوش. كنت فين يا ولد؟ في بيروت. كنت فين؟ في بيروت. بتعمل ايه بيروت؟ بذاكر مع واحد صاحبي. ما تعرفش تذاكر الا بره حدود مصر؟ ما تعرفش تذاكر الا في ما وراء البحار. كتاب الجغرافيا بتاع الحكومه ما بفهمش منه حاجه. ابويا مش عايز يديني ربع جنيه عشان اشتري كتاب كده خاص. اعمل ايه؟
أصلك لا، أصلك لا يا ابني لا. رحت أذاكر مع واحد صاحبي في بيروت. في حاجة ما فيهاش يا ابني. تفضلوا، تفضلوا على الفصل. ما تتفضلوا. اتفضل يا معي. لا اتفضل. لا والله يا صديقي ما صح يا بيه، مش ممكن. لا المهم ابدا يا بابا. لا والله مستحيل، انت لازم تعدي قوي يا بستني دي كده. لا لا مستحيل. احب الجوافه. لا مؤاخذه يا حر ناظر، انا هنا يا استاذ علام. لا مؤاخذه يا فندم، كنت بقول، كنت بقول يعني بقول افتكرت، هو مش اجتماعنا يوم الخميس ان شاء الله؟ الاجتماع يوم الاربعاء يا استاذ علام. الاربع، يبقى اسافر انا بقى النهارده واجي بكره. النهارده الاربع يا استاذ علام. الاربع، يبقى اسافر بكره بقى الجمعه. بكره الخميس يا استاذ علام. الخميس. ما سيادتك تنصحني اسافر امتى؟ يبقى اسافر امبارح. وانا قلت حاجه غلط؟ لا يا ابني. كنتام، كنتام يا اخوانا، كنتام. خسرت اخر حنفياتي. منصور، حلف حنفيتين. لا انت عايز تكسر حظ ولا ايه؟ لا سلفني حنفيتين يا زعيمي. لا لا، الصداقه حاجه والكونكان حاجه تانية. ابو الاخطار، سلفني حنفيتين. ولا محبس. الناس لما اديتك دوش يا استاذ وما جبتوش. كل اللي حبت ناشد ونن. احنا في تالت اول يا جابر. حاضر حضنات. قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم ان يكون رسولا. جلوس. وان الشعب يتولى النبي. علينا الكلام ده سلام، تحيه وانطاقيه. بقى انت ابوك مش عاوز يديلك ربع جنيه عشان تشتري كتاب جغرافيا؟ انا اللي اعرفه ان المعلم الزناتي من اغنى اغنياء البلد. قروا بقى قروا. ده كذاب، ده بياخد في اليوم 3 جنيه مصروفي. عايز اشتري منه كتب كمان؟ هما بيكفوني. كل حاجه غليت، ازاي في البولوناكي بقت بالشاي فلان. بيب 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 بيب. ابو الامراس، ابو الامراس. بهجوء اللعب ينادي ابو الامراس المندفع، اصحى يا صديقي اصحى حول. ابو الامراس المندفع يتلقى الاشاره. احسب يا زعيمي يا صاح، انت يا مخربش يا بتاع كله، حول يا ابن الحته، انت يا عتره يا فتك، حول. تحت امرك يا زعيمي يا واد، انت يا باين يا بتاع الكباين، حول. شفت عشان تعذر لي لما في الفصل ده وافدهم. اسمع اسمع لي يا حناظر. نعم يا سعلام. في ايه تاني؟ لا مؤاخذه يا فندم، لا مؤاخذه. ايوه انا جاي ابلغ سيادتك اني مش هقدر اجي الاجتماع. ليه؟ اصل ابن خاله مراتي. ايوه منقول اسكندريه. ايوه والتلغراف وصل اهو يا فندم. ساصل طرفكم يوم الجمعه القادم. فلازم اروح استناه يا فندم على المحطه، اصله ما يعرفش حد هنا. بس النهارده مش الجمعه يا استاذ علام، النهارده الاربع. ازاي يا فندم؟ ما احنا شرحناها لك يا علام. شفتم؟ كان جاي لكم ده زي الورده. منكم لله. احنا ما عملناش في حاجه. اخرس. والله هو كان عنده استعداد ما استحملش في ايديه. اخرس انت اخر. الجوابات الغراميه دي بعتتها لي نظمه مدرسه البنات اللي جنبينا. مين فيكم اللي بعتها للبنات؟ مش انا. مش انا. مش انا. مش انا. مش انا. اعتقد انكم وقحين بما فيه الكفايه لدرجه انكم ما تكذبوش.
مين فيكم اللي بعتها؟ وريني. اتفضل يا ابني. اتفضل. انا بعت دول بس. فتحيه، سهير، خديجه، حكمت. الجمعة 20 الاثنين 29 مش عايز ده السبت 6 مش ممكن. انا عارف متأكد. انا متأكد. انا احسبها محدش يضحك عليا ابدا. ادي السبت، الحد، الاثنين، الثلاث، الاربع، الخميس، الجمعة فاضي. مش ممكن مش ممكن ابدا الاربعاء يوافق يوم جمعه. نمنا ويا السحاب ولعبنا مع النجوم وتغطينا بالقمر. يا عيني يا سلام. مين فيكم اللي كاتب الشعر ده؟ انا حضرة النصر. يعني انت اللي بتبعت الجوابات للبنت اللي اسمها سهير؟ ايوه. ليه؟ اخوها؟ خطيبها؟ زمان يا فندم. يعني ايه؟ احنا غنينا سوا يا فندم في اوبريت اللي قدمته قصر الثقافة، فاكره يا فندم؟ الخرابيش، فاكره؟ اللي انا كنت بنتع فيه موال وبقول وانت بيت الحاني اشرب على موسيكو. واظن مش عيب ابدا يا فندم اثنين غاويين مزيكا يكتبوا جوابات لبعض ويلاقوا احلامهم لبعض. مش عيب يا فندم، مش عيب. المدرسة بقت كلها فلاسفة، بس مش لوحدك بقى اللي بتبعت لها جوابات. في جواب كمان رايح لها وماضي عليه منصور. ارن. لا يا فندم منصور ما عملهاش. ده واحد مزور امضيته. خطيبني وانا عارفه كويس. على العموم انا مجرد زميله، يعني مجرد زميله. انت ما قلتليش انك معلقها. انا قصدي اعرف انك معلقها. ما كنت تسأل. ما تبس يا عيني انت اهو. الله، هتفضحونا قدام الاجانب. بابا دي في البيت هنا حضرة الناظر. الناظر؟ نعم. انا اسف. حق عليا اللي جيت اتكلم مع شويه عيال زيكم. وقفهم. انا بكلمكم دلوقتي قدام الدكتور الاباصيري بصفته ولي امر الزعيم بتاعكم وعضو مجلس الاباء بالمدرسه. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ فاكرين نفسكم مين؟ انتوا مرمغتوا بسمعة المدرسة الأرض، ولذلك أنا حكون مجرم أكتر منكم. مبقاش عبد المعطي ما ربيتكم، ومع ذلك هديكوا فرصة، آخر فرصة. بكرة الصبح هتجيبولي أولياء أموركم علشان يكتبولي تعهد، وإذا فشلت إن أنا أربيكم أنا وراكم لحد ما أدخلكم الإصلاحية. حناظر أفندم. ابويا هو اجيبه دلوقتي؟ اخرس اما اصدر. ايوه ابويا انت اجيبك. احمد تعال ورايا يا ابني. دكتور اباصيري ارجوك تكتب لي تعهد قبل ما تمشي. اديني ورقه فاضيه يا شبهجت يا مرتلي. اتفضل. اسمع يا احمد، انت ليك وضع خاص وعشان كده انا مش هجبرك انك تجيب ولي امرك علشان انت فاهمني طبعا. لا مش فاهم يا احمد. يا ابني امك بتتعب وتشقى علشانكم، والمدرسه هنا ساعدتك كتير، ما بتدفعش مصاريف وبتاخد كتب مجانا بالاضافه الى للفلوس اللي بتديها لنا وزاره الاوقاف ومعونه الشتاء والمجهود الكبير اللي حضرتك بذلته عشان تجيبها لنا. انا متشكر قوي يا حضره الناظر انك بتفكرني كتير بالحكايه دي. يا احمد يا ابني انا كل اللي بطلبه منك انك ما تشتركش مع زمايلك في الاجرام اللي بيعملوه، والا هضطر ابعت اجيب امك. انا ما عملتش حاجه غلط. الجواب اهو يا استاذ. اتفضل. حبيبتي سوسو، اود ان الفت نظرك يا حياتي الى ان الاشعار التي تصلك في الخطابات ليست الا من اشعار صديقنا احمد شاعر اسكندريه. حضرتك عامل لي شاعر؟ أنا مش عامل شعر، أنا شاعر فعلا. معلوماتي إنك بتكتب لهم القصيدة بثلاثة شيلين.
وفي الربيع بستة شلن، وكل حبيبة اسكندرية بينفعوك. أنا ما بزرعش حاجة من حد. ما سرقتش أي نعم، لكن سلكت سلوك غير شريف. سلوك غير شريف؟ الواد بيعيط ليه؟ ايه؟ عملت في الواد ايه؟ يا صالح لك يوم يا ناظر يا ناظر يا ناظر. بابا خد يا لطفي الخمسه وسبعين قرش بتوع امسك، وانت يا باكة الربع جنيه حلو، وانت يا كرسي خد الربع بتاعك. احمد حضرة الناظر شايف ان انا بسلك سلوك غير شريف. نعم. يا جابر كنا بنعمل بروفة المسرحية اللي هنقدمها آخر السنة إن شاء الله. حضرة ناصر هنكمل المسرحية إمتى؟ اتفضلوا اسبقوني على الحوش تحت وكلمتين وهتخلص المسرحية. اتفضلوا. شكرا، ألف شكر. شكرا أوي أوي أوي. شكرا جدا. ألف شكر. معاهم يا دكتور أباشيري لو سمحت. معاهم. اتفضل. اتفضل يا أنس. طبعا مدير المنطقة رفض. موافق. هو حر يوافق على نفسه. انا لا يمكن اتحمل مسؤولية انك تقعدي مع الوحوش دول في مكان واحد. جزء من تخصصي ان اقعد مع الوحوش. انا دلوقتي بحضر للدكتوراه، والبحث بتاعي عن شبابنا بين الانحراف والجريمة. ولو دي مغامرة خطيرة ولا يمكن اتحمل مسؤوليتها. انا المتحملة المسؤولية واتعهد بكده كتابة. انت خيالية اوي يا انسة. لو الوزارة جت وامرتني مش هوافق. في قطر بيقوم الساعة 5:30، اتفضل روح الحقيقي، مع السلامة. خلاص، أروح أقول لهم يوقفوا الشيك. شيك إيه؟ مدير المنطقة التعليمية كان بيمضي شيك ب500 جنيه، الإعانة بتاعت المدرسة، ولما عرف إنك مش عايزني، وقف الشيك. ليه؟ مش معقول يدي إعانة المدرسة، ما فيهاش مدرسين كفاية ثانوية عامة؟ شوف يا انسة عفاف، انا موافق، مش خوفا من حكاية الشيك، لا انا موافق تقديرا لايمانك العظيم برسالة المعلم. متشكرة اوي. يا رب اسألك عدم الفضيحة. جاي رشين صورة. جاي رشين برضو صورة. مش نازل معانا دكتور؟ يلا يلا خش يا بابا. خلي عندكم دم، ده انتوا هتضربتوا كمان دقيقة. نلعب الدقيقة دي قبل ما نترفد. جاي تلات ابيض برضه وصورة. مش جاي احمد؟ لا والله ما انت فالح. يلا يا يا ملاب. لا سيبهولي سيبهولي سيبهولي. يلا قرب 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 قرب. شوف يا استاذ علام هنعمل كده اهو. هتقول انت ايه؟ كتابة تطلع صورة. عارف. هنعمل كده تاني. هتقول انت ايه؟ صورة تطلع كتابة. تخسر انت. نعمل تاني اهو. هناخد فلوسك اللي بتجيبها اليمين وفلوسك اللي بتجيبها الشمال والفلوس كلها، وهتقعد انت بقى من غير اكل ولا اي حاجة. يلا يلا. انا جاي اهو. قرشين كتابة. كتابة. انت انا بقول كتابة. صورة. 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 وليه يا عم؟ كتابة. أنا قلت كتابة. إحنا فاكرينك قلت صورة. ها
يلا يلا يا نعم. جاي قرشين صورة. صورة صورة. كتابة كتابة كتابة. عليك صورة. أنا قلت صورة. إحنا فاكرين إنك قلت كتابة. شلم شلم صورة وكتابة. يلا شلم شلم شلم. مفيش حاجة. صورة وكتابة. احنا فاكرين انك ما قلتش حاجة. فلوسي 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 دي شلم شلم شلم. غلط غلط اللي بتعمله ده يا استاذ علام. ياخدوا عليك بالطريقة دي. لازم يبقى في صداقة بين التلميذ والأستاذ. عارف الصداقة اللي من النوع ده نتيجتها ايه؟ عارف. كل يوم اخسر 30 40 قرش. اقول صورة تطلع كتابة، اقول كتابة تطلع صورة، اقول صورة وكتابة ما تطلعش حاجة خالص، وبرضه ياخدوا الفلوس. عارف. تغديني معاك النهاردة. مركب. ها سودة يا سودة. يلا يلا صف واحد استقيموا استقيموا. معتدون قل قل. خلاص اتفضل يا ستي. ادي فصل المشاغبين ثالث اول. باين عليهم ظراف قوي 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 قوي. دول وحوش متنكرين في ثياب تلامذة. ما سمعوش عن حاجة اسمها الأخلاق، ما سمعوش عن حاجة اسمها الضمير. أنت متشائم قوي يا حضرة الناس. كلهم كده يا نسا بما فيهم التخين ابني ده. بوب اخرس يا ولد. ادي في البيت هنا حضرة الناظر. حماظة. نعم. ولا حاجة. اخرس. اتفضلي يا نسا لما اقدمهم ليكي. اتفضلي. بهجة الأباصيري زعيم الفصل. ما يهموش حاجة في الدنيا. متهيألي إنك دورت ولفيت كتير. ما حصلش لكن هيحصل في يوم من الايام. هركب مركب والف الدنيا كلها. ده شيء جميل بس لازم تاخد ثانوية عامة الاول. ربنا يدينا طولة العمر بقى. اتفضلي. اهلا مرسي الزناتي ابن اكبر معلم صاحب عربات نقل في اسكندرية. اي خدمة يا ابلة. وغاوي يطلع ملاكم بياكل في الفطار 10 بيضات وفرختين وكيلو بطارخ ومقفع زي ما انت شايفه. عضلات. عيب ان الواحد يكون قوي. القوه شيء عظيم بس مهما كنت قوي ما تنساش ان الطور هيبقى اقوى منك. الكلام ده قاله ارسطو. عارف صاحب المطعم اللي في اول شارع ابو قير. واضح انك مش عارف حاجه خالص. قصدك ارسطو التاني بتاع الخماره. وده منصور عبد المعطي ابني اهبل ومش عارف طالع اهبل لمين. تخبط لي حيطان البيت كلها بالرسومات مش فاهمه. وانت ما حاولتش يا بابا. اخرس بابا دي هناك في البيت هنا حضرة الناظر. حماظة. نعم. وانت من امتى بتيجي البيت؟ طب والله بس لما تروح. اتفضل يا انسه. وده لطفي عبد الوهاب مطرب الانفوشي. علام قمر في السماء وجدلدلوا عن حيط. اخرس لو عارف ان في فرح في دمنهور يروح له ماشي ويغني غصبا عن عينين اصحاب الفرح. وايه حبيب كمان. انا فنان فنان. الفن مش عيب ومش عيب كمان ان انا احب وابقى حبيب. انا معاك العيب انه ما يحبش بس يا ترى ايه مفهومك عن الحب؟ الحب الحب في القلب زي الرز في الكل. ولما البنا وده احمد الشاعر اللي اقول اللي هتقوله يا حضره الناظر. انا حفظته كويس. انا احمد محمد الشاعر الكحيان اللي ببيع القصيده بربع جنيه واللي حضره الناظر بذل مجهود كبير عشان اواصل دراستي. انت حساس قوي وده شيء جميل في الانسان بس انت مش فقير. انت شاعر وده معناه انك غني جدا. اخر مره بحذرك يا انسه وبفكرك كويس. انت لسه ما استلمتيش الشغل. ناخد رايهم. ايه رايكم؟ دي لسه بتسال. ايه ده عايزه سؤال احسن لك تسيبينا.
مدام حضرة الناظر شايف ان احنا مشاغبين يبقى احنا مشاغبين فعلا، مش معقول يعني نكذب حضرة الناظر. حضرة الناظر، انا استلمت الشغل فعلا. فصلكم فين؟ اهو اتفضلوا على الفصل. شايف الخمسين يا سيدي؟ وعندك شايف الخمسين المهجوعة بيه؟ أيوه جاي يا نعم. صباح الورد. ولا أشوف المعلم مرسي طلب إيه يا شل. أنا طالب قهوة سادة من أول إمبارح. ظهر الخدمة عندكم بقت زي الزفت. تاني الخامس بعمل قهوة برقبتكم. أروح أشربها هناك. سلام عليكم. إيه ده بيه؟ عيب بيه؟ واحد فنجان قهوة بن تقيل على مية بيضة المرسي بيه. يا نعم. أقعد مكانك يا لطفي. من عناية. وعندك واحد شاي حليب بوصل لناس عفاف. ايوه عفاف. اقعد مكانك يا لطفي. يقعد مكانه يعني ايه؟ مش لما يلم حق المشاريب اللي طلعت دي؟ انتوا عايزين تخربوا بيتي؟ دي فلوس ناس يا عالم. ايه اللي بتعملوه ده؟ صباح الخير. اقدر اعرف ايه اللي بتعملوه ده؟ ابدا، دي الكافيتيريا بتاعت الفصل. ده نوع من الاكتفاء الذاتي والتقوقع داخل النفس. خلاص هو يعني اسعفاف. خلاص يلا اخوانا خلصوا المشاريب، ما تجيبولناش الكلام. ايوه كلام. البوفيه ده يتقفل حالا. ولا البلديه تقدر تقفله، ده بوفيه معتمد من اداره البوفيهات بالوزاره. والرخصه اهي. هي فكره ظريفه، بس يستحسن تفتحوا البوفيه بتاعكم في الخمس دقايق اللي بين الحصص. خلاص يا منصور اقعد يا لطفي اقعد بقى، لا تفتكرنا مش عايزين نتعلم ولا حاجه. خلاص بقى يا سيادنا جاهزين يا انسة. امرنا لله. طلعوا كراسي الفلسفه. ما عندناش. طلعوا كشاكيل. ما معناش. ما جبتوهاش ليه؟ نسينا. ايه اللي نساكم؟ جل من لا يشكو. طيب من بكرة كل واحد يجيب تلات كراريس جداد. طيب. على فين؟ نجيب إنهم لا يثقون في المدرسة، لا يثقون في ناظر المدرسة، لا يثقون في أحد من المحيطين بهم، ومع ذلك يقلدون الكبار. إنهم يقلدونهم في أسوأ ما فيهم. الشيء الخطير أن بينهم وبين الجريمة خطوة واحدة. إن نقطة البداية بالنسبة لي أن أكتسب ثقتهم وأن أتغلب على كل المضايقات التي سأعانيها منهم. لابد أن أكتسب ثقة واحد فقط على الأقل في البداية. ترى
الشطار اللي سرق عربية رئيس مكتب مكافحة سرقة السيارات. أنا عربية البولكس الحمراء دي؟ أيوة لسبيشال موديل 71. أيوة ومكوش أبيض. أيوة اللي بيته ده في الشاطبي. أيوة ولقوها تاني قدام باب بيته. أيوة ولا نعرف عنها حاجة. لسه عفاف جايلكم دلوقتي. اي شغب تاني اي قلة ادب مش هكتفي اني اقفل الفصل وارفدكم، لا هدخلكم السجن. حد عنده اعتراض؟ قيام. لسه عفاف اي شغب اي مضايقات من اي نوع ما على سيادتك الا انك تضربي لي الجرس اجي هنا على طول بعد. لا 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 مفيش. لا ما تعزيني بلاش الجرس عشان هو الباب. اتفضل جلوس. متشكرة قوي، وأرجو لما أدخل تاني محدش يقف. الله دي هتدخل لنا تاني. دي متفائلة قوي، ده كفاية عليها حصتين بالكتير. هلا دي لو استحملت جايت الحزينة تفرح بالقتل. اسمها ترحم. خلاص خلصت التعليقات؟ بس خلاص. متشكرة قوي اللي كتب المواعيد دي. حضرتك هتسيبينا؟ طبعا هقعد اعمل ايه؟ هسافر في اجازة الصيف بعد ما تخلص السنة الدراسية. ايه بقى الحركات البلدي دي؟ بيننا هنلعب بقى ولا هنلعب؟ حبس دم. حصتنا النهارده هتكون عن القيم المطلقه، الحق، الخير، الجمال. مساء الجمال. شكلكوا كده احسن بكتير. هايل يا مرسي. ايوه كده اظهر على حقيقتك.
لو قلعت الراس دي هزعل منك قوي. هتزعلي قوي؟ قوي. طب ليه؟ ليه يا راجل؟ ليه تتنكر لحموريتك؟ شكلك وحش قوي كده. الشعر عمره ما ينفع مهرج. انا اسف. انا مبسوطه منك قوي يا بهجت عشان ما اشتركتش معاه. اجسام ال وعقول العصافير. بس ما تقوليش عصافير. لطفي في مطرب بيبقى شكله كده. قبل ما يتشهر. طب وبعد ما يتشهر بيبقى كده. اسمع يا واخد انت وهو، يعني هزاميين يا استسلاميين. اثبت انت وخليك بيها. ايه رايكم شكلك؟ الله يخليك. اضحكوا عليا يا غدر. طيب شبه بيض. عايزه اقول لكم حاجه، التهريج والمرح شيء ظريف، بس اللي اظرف من كده اننا نعرف امتى نضحك وفين، امتى نكون جادين وامتى نكون مرحين. دي مسألة عايزاكوا تفكروا فيها، أو ما تفكروش، أنتوا حرين. دبور. ده دبور جبلي. لا دعيته بالأمر. فين هو الدبور ده؟ أنا مش شايفة حاجة. أهو عدى عدى. يا ابني راح طاير في الهواء. حتة منظر يا جدع، شكلك كان حلو قوي وانت طاير زي سوبرمان. وبعدين راح طرخ. بس يا عيل انت وهو. انا عيل. عجبك اللي حصل منها ده يا زعيم؟ انا عايزك تاخد لي حقي. اخواني اي عدوان على العصابه بتاعتي يعتبر عدوان عليا انا شخصيا. هو نشوف انت لما يحصل عدوان علي انا شخصيا بقى كارثه مصيبه. ودت نفسها في داهيه يا ست دي. يا جماعه مرسي هو اللي غلطان، هو اللي ابتدى مد الايد يا بهجه. وفيها يعني اصلها حلوه قوي 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 قوي. بس ادك العافيه. اسمعوا، احنا لازم نعدل خطتنا. الوليه دي بتعرف مصارع ياباني كويس. حركات غشوميه مش عاوز، والا هتقطم رقبتنا واحد واحد. يعني ايه؟
نسلم لها بقى ونذاكر وننجح وتبقى فضيحة بجلاجل. لا مش هنسلم لها، بس هنضيقها ببرود شديد لحد ما هي تمشي من نفسها. احنا علينا مين دلوقتي؟ الاستاذ علام. هو بيدينا ايه؟ اي حاجة. هل نجد من الضروري الان ان نعرف الدور الحقيقي الذي لعبه محمد علي في حياة مصر الحديثة؟ نبدأ اولا بالقلعة اي القلعة. طبعا كلنا عارفين ان القلعة دي من المباني العظيمة، مش منها دلوقتي، مبنى مبهوة قوي كبير قوي، انا شخصيا ما شفتوش. واذا تحدثنا عن القلعة لابد ان نذكر الحادثة الفظيعة، الحادثة المشهورة، وهي مذبحة المكاليل. المكاليل انا جعان. يا استاذ علام. احنا استاذ علام. مين؟ احنا استاذ علام. فين؟ انتوا مين؟ الو 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 الو. الان نجري بعض التجارب. 8-6-4-2-0. انتوا مين؟ احنا تلتة اول. ام ارم ام او او. انت بتعمل ايه عندك يا استاذ علام؟ بشرح لكم. واشرح لكم. طب اشرح لنا بقى لحد ما نيجي وتوصل. والان وبعد ان ادركنا ضرورة اعادة النظر في تاريخنا انت بتضحك ليه؟ انت بتضحك ليه؟ عيل جبان مش عايز اسمع صوت. سمعت صوت خالص. كل يوم من ده هبديلكم كده. معش كلمة في الفصل ولا بشرح. ما اسمعش كلمة. والآن اسمحوا لي أن أطرح عليكم سؤالا واحدا. لقد انتصرت في الجولة الأولى، ولكنه انتصار رخيص لأنه مبني على استعمال الشدة والعنف، وهذا ما لا أريده. إنما أريد هو أن أكتسب ثقتهم وليس السيطرة عليهم، وذلك من أجل إطلاق طاقة الخير والإبداع المحبوسة بداخلهم في طريقها الصحيح. واعلموا جيدا أنه عندما لا يعرف الإنسان تاريخه معرفة حقيقية فإنه لا يفقد ماضيه فحسب، بل يفقد مستقبله أيضا. أي أسئلة؟ شكرا. الحصة خلصت يا أستاذ علام. عارف، وعارف كمان إن مفيش حد في الفصل، لكن دي مش مسؤوليتي أنا، دي مسؤوليتهم هم. سلام عليكم.
أي خدمة تاني؟ قوم يا كلب. Thank you.
فيكم مكسوف من نفسه. كلنا مش مكسوفين. يعجبني فيكم انكم ايد واحده في كل حاجه. انا مبسوطه منكم قوي. يا بخت البلد بيكم. رصة عميرة قالت أول يا معلم. إن شاء الله تنجحوا وتتعينوا وكل واحد فيكم هيبقى مسؤول عن حتة في البلد. حاجة تفرح. قروا بقى قروا. مرسي. إيه؟ دراعك لسه ملوح؟ محدش له دعوة بيا. أنا عايزه ملوح كده، مكسور كمان. طب مش كنت تقول يا أخي المرة الجاية هكسرهولك. يا سلام! إيه الظلم ده؟ هو هو الساعة كام عنك يا مرسي؟ بدأت الهجوم. بهجة. أفندم. قوم وقف. لما تكلمني تقوم تقف. عايز أسألك سؤال في المنطق. المنطق؟ المنطق ده علينا يا جماعة، ده تعرفوا يا لطفي المنطق؟ أنا ماليش خلطة بحد. أهو. شوفي بقى اسألينا عن حد نعرفه. اتفضلوا. مرسي. ايه؟ ايدي ملوحة ومش هعرف اجاوب. جاوب بلسانك. ملوح هو رخر؟ لا. يا نعم. تعرف ايه عن المنطق؟ تعرف ايه عن المنطق؟ أعرف لما حد يضرب حد على نفوخه يقع ما يحطش بنطق. اتفضل وقعد. لا إله إلا الله. ما أنا كنت قاعد. يا لازم توقفيني وتقعديني وتسأليني. أنت مش عارفة إن أنا حمار. مين الفيلسوف اللي قال إن العلم هو الفضيلة والجهل هو الرذيلة؟ ده يبقى العجل في بطن امه. ده عايزانا نجيب في سيره الناس كمان. انا عارف، ما كل واحد حر يقول اللي يقوله. ناس تتهمنا وتقول احنا اللي قلنا. من فضلكم بلاش تعليقات، مش عايزه حوادث ثانيه. كفايه دراع واحده. الحجر جاهز يا تالت اول. صباح الخير. صباح الخير. والله ما انا سايبها يا حبيبي.
والله ما انا سايبها. والله ما انا سايبها. شكرا يا ابني. حلو قوي الاختراع ده يا سي احمد يا شاعر يا فنان. انا ما بدخنش يا حضره النار. لا يا شيخ، ده انا شايفك بنفسي سنين وانا بساعدك انت وامك. اتفضل خد كتبك واطلع بره المدرسه فورا، هكتب لك جواب فصل حالا. واسمع قول لامك كمان ما تجيش ناحيه الست الهانم بتاعتي في البيت، لو جال الجن الازرق لا يمكن هقبل اي اعتذار. اتفضل حضره النار. انا اللي مسؤول عن الفصل وانا اللي مسؤول عن المدرسه. دي قضية تانية. والقضية الأولانية حضرتك دخلت من غير ما تستأذن. نعم يا الدلعادي. وثانيا بتعاقب طالب في حصتي من غير ما تاخد رأيي. طب اشرب جوزة أدبه ولا أجيب له بوري؟ إذا طالب أخطأ في حصتي وأنا سكت عن الخطأ ده يبقى أنا المسؤولة. أنا مش عايز فلسفة. أنت ناسي إن أنا بدرسها. هي إيه دي؟ الفلسفة. أنا هلغيها. هي إيه دي؟ الفلسفة. اتفضل يا أستاذ خد كتبك واطلع بره المدرسة فورا. حضرة الناصر مش عاوز ولا كلمة. ولا يهمك يا احمد، واللي خلق الخلق اخلي ابويا يفتح لك مدرسه. يا بختك بابوك. ما تاخدش في بالك كلنا معاك يا احمد. ما انت عارف يا بهجه قلت لك بلاش. انا احمد استنى هنيجي معاك كلنا. يلا بينا. مفيش داعي. انا اسف يا فندم، انا اسف جدا، كان بودي اتعلم منك حاجه. نفسي اقول لك على حقيقه مش عارف اذا كانت تهمك ولا لا. انا مش وحش قوي. ما تخرجش يا احمد، ارجع مكانك. حضرتك سمعت عن ايه؟ مش عاوز اسبب لك متاعب. المتاعب دي انا قدها، ارجع مكانك. مفيش فايده، انا كرهت كل حاجه، مش هكمل تعليمي حتى لو قلت لك عشان خاطري. ادي سعفاف، يا ريتك كنت جيتي بدري عن كده. أحمد 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 خليك يا أحمد ما تمشيش. أبوك من حقه إنه يرفضني، لكن مش من حقه أبدا إنه يعايرني وبسعادته. على فين؟ ورا ورا. وتسيبوني لوحدي؟ ما تتكلم يا زعيم، مش أنت المتحدث الرسمي؟ والله إحنا مفيش بينا وبين حضرتك أي حاجة، إحنا واخدين موقف من ناظر بس. ما تنسوش ان احمد غلط. مش لدرجه انه يترفض. مش لدرجه انه يتهم في كرامته. اوعدكم اني هتدخل. مش هتجيبي نتيجه معاه. يلا بينا. بهجة يا فندم. عايزك لحظه. انا؟ ايوه. شخصيا؟ ايوه. ايه بقى بهجة عاوزاك لحظه دي لا مؤاخذه؟ ما هو يا تعوزينا كلنا يا بلاش. ايه يا مرسي؟ ايه؟ اسبوعي على الحوش وانا هنزل لك. يلا. انا معاك. ما تسيبكش لوحدك مع الاعداء. جري يا مرسي ما تفتح مخك، انزلوا شموا هوا، شموا هوا يلا. بالحر! بالحر! يلا يلا. يضايقك اني اتكلم معاك شوية؟ لا ابدا، اتفضلي. قبل ما ادخل الفصل، الناس حذرني منك. لكن بصراحة، أنا ليا فيك رأي مختلف خالص. أنت شاب طيب جدا. حضرتك غلطانة، أنا بقى شرير جدا. لا ده اللي بتحاول تمثله، أنت مختلف عن التانيين. مش بقول إنك أحسن منهم، ومع ذلك أنت مسيطر عليهم، مش كده؟ هو مش كده بالظبط، لكن تقدري تقولي إن ما حدش فيهم يقدر يكسر لي أمر. هسألك سؤال وعايزاك تجاوبني بصراحة. اتفضلي. انت حاسس اني عدوتك؟ لا. عدوة احمد؟ لا. حاسس اني عدوة حد فيكم؟ ابدا. وده اللي حبيت اوضحه لك قبل ما اسيب المدرسة. هتسيب المدرسة؟ ايوه. على فين؟ راجع مصر. ليه؟ أنا انهزمت. أنا بقول في رسالتي إن الطالب بينحرف لما يفقد ثقته في اللي بيدرسله، وللأسف
أنا ما قدرتش أكسب ثقتكم، وعشان كده أنا بعترف إني فشلت. أنسة عفاف، إحنا عمرنا ما سمعنا الكلام ده من حد. أنسة عفاف، أرجوكي ما تسيبيناش. كان بودي، لكن أنتوا اللي سبتوني. ومع ذلك أنا سعيدة جدا بمعرفتكم. ده تعديل تكتيكي، لكن استراتيجيتنا هي هي. بطل النحوي ده بتاع مين قطر عليك؟ لما تتكلم عن الأنسة عفاف تتكلم بكل أدب واحترام، فاهم؟ بترفع إيدك عليا أنا يا بهجت. مرسي أعقله، أنت غلطان يا بهجت، مرسي ما كانش قصده يهني. يلا اعتذر له، اعتذر له. أنا آسف يا صديقي. هبتاعك يا زعيمي. اتفضل اقعد. ودلوقتي هنواصل حصتنا، ومن بكره الصبح احمد هيكون معانا. طلع ورقه فاضيه. معانا يا كويس. صفحه جديده. صفحه جديده في وسط الصف. في وسط الصف الاخلاق بالهمزه، مش مهم بالهمزه ولا بالقاف، المهم تكون عندنا الاخلاق. اهلا، انا سميره الزناتي وانا خديجه الزناتي، احنا اخوات مرسي الزناتي. اهلا وسهلا، اتفضلوا. ميرسي. انتوا شبهه بالظبط. صحيح، ودمكم خفيف زيه تمام. ميرسي قوي، متشكره. احنا جايين نعزموكي على السينما. يا ستي متشكره قوي. على ايه؟ حضرتك غريبه عن اسكندريه ولازم نسليكي. بس في الحقيقه مرسي مش هيروح معانا. ايوه صحيح، مرسي مش هيروح معانا. يا ريت ناجلها الجمعه الجايه، النهارده بستنى تليفون من مصر. امرك. اتفضل. سمعت اخر نكته يا جدعان؟ لا. ولا انا؟ عفاف لسه ما وصلتش. عفاف؟ حلو قوي عفاف دي. عفاف حاف كده؟ حاف. امال بغموس؟ ايه ده بقى؟ انتوا بقيتوا اصحاب ولا ايه؟ اكتر. هنبقى قرايب، نسايب. دي ساكنه في حته الدين شقه على الكورنيش. يا خرابي، ولا شباك اوضه نوم وهو بيطل على البحر. يا لهوي، ده الهوا في اوضه النوم يجنن. عرفت ازاي؟ هو في حاجه بتستخبى عني؟ انت ناسي ان انا كنت المخابرات بتاعتك؟ مرسي ايه اللي وداك هناك؟ الله يا زعيم، انت بتغير ولا ايه؟ غير من ايه؟ وغير ليه؟ وغير على ايه؟ انا مالي، انا مالي، وانا بحبها. الله يعني بحبها، وايه اللي يخليها بحبها؟ لو هي بتحبها كنت انا قدرت احبني. طب لو كنت بحبها. انت بقيت عصبي قوي اليومين دول، من يوم ما اثرت عليك، من يوم ما خليتك ترجع في كلامك. خساره يا اولاد، خساره. كنا كويسين قوي، كنا احسن ناس، كنا شطوطيه وبلطجيه ومحدش يعرف يكلمنا. دلوقتي يا خساره، بقينا اطراف مؤدبين، هاديين، مذاكرين. اخس، جت نيله. الواحد ودي وشه فين من الناس اللي اعرفهم؟ انا الحق عليا اللي مشيت ورا واحد مش كلمه زيك. ما تخلقش اللي يأثر فيه، وما تخلقش اللي يخليني ارجع في كلامي. صباح الخير، مالكم بتزعقوا ليه؟ صباح النور. لا ابدا، احنا كنا يعني بنتكلم كده في ال ايه في ايه؟ على فكره يا مرسي اخواتك دول شربات قوي. ربنا يشربطك. ودمهم ظريف جدا زيك بالظبط. الله يظرفك. والمصيبه انهم شبهك. مصيبه؟ ايه مصيبه دي بقى؟ انت بتتحداني يا مرسي؟ اه ابعت لها اخواتك يا مرسي. هتندم يا مرسي. هتندم يا مرسي.
وانت اللي غلطان يا مرتضى. ليه بقى؟ انت دايما بتغلط فيها. وهو ماله ومالها؟ اناظر ستون يا معلم. نعم اناظر ستون يعني رص حجر كمان. اه رصيله حجر. يا جماعه عفاف بالنسبه لبهجت مش مجرد مدرسه. امال ايه؟ افهم الظاهر عليه بيحبها. شفتوا الخيانه؟ احنا مش متفقين ان اصدقاء في كل حاجه؟ ايه اللي يخليه يحبها لوحده؟ حبيبها وراوت لي مكانها بس. خلاص يا اخي انت حر، حبها انت الاخر حتى عايشك. والنبي يا معلم اين ايجيبسيان كوريكتيمون؟ نعم يا اخويا اين ايجيبسيان كوريكتيمون؟ يعني واحد مصري وصلحها. والله يا عيال انجليزي وفرنساوي وساعة الفلوس ما بتدفعوش بالعرب. كل المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون رسولا. قولوا ده معلم غريب قوي. يا معلم مجرد قعدتنا هنا بترفع مستوى القهوة الاجتماعي والثقافي. والله يا اخواني عاوزكم ترفعوا لي مستوى الفلوس. قال بيحبها قال فاكر نفسه حيدق قوي. طب انا هوريك. هتعمل ايه يعني؟ هتشوف. ما خلاص بقى يا مرسي مفيش داعي للكلام في الموضوع ده. وانت مالك انت بقى؟ الله بتحبها انت الاخر؟ ايه ده؟ ما خلاص بقى يا جماعه عفاف بعيد عننا قوي. بعيد عن كنتو. قلنا ناظر ستون يا معلم. بابا في تصورك ان شاء الله يعني شايف اني هتجوز امتى؟ تتجوز امتى؟ اه لما يقول الاوان. امتى يعني؟ والله يا ابني دي حاجه بتاعت ربنا. انت فين والجواز فين؟ لما تخش الجامعه تخلص وتاخد الماجستير والدكتوراه وتطلع بعثه وبعدين تيجي تقعد لك سنتين ثلاثه لحد ما تستقر وخد لك سنتين كمان لحد ما تلاقي بنت الحلال وبعدين ربنا يعدلها لك وتتجوز. اه وهو الواحد يبقى طلع على المعاش ويبقى يلاقي وقت فاضي يقعد مع الاولاد. لا انا مش هتجوز بالطريقه دي. الجواز بالذات يا ابني مش عايز استعجال. بابا نتكلم بصراحه اكتر. اه كلمني بصراحة. بصراحة وبكل صراحة. ما تتكلم يا ابني. عايز الفلوس ليه؟ انا عايز اتلم واتجوز. ايه؟ تتجوز؟ واتجوز. انك لسه في مدرسه لما ينجح احد او السنه دي بقى هينجح احد. ثم انت لسه صغير. لا يا بابا ما الحكايه صغير دي وانت في سني كنت متجوز اربعه. جريا تطمني هتظهر معايا. ما اقصدش يا بابا بس اصلها حلوه حلوه اوي اوي اوي. بنت مين دي؟ بنت ابوها. ابوها ده يطلع مين؟ معرفش. حد يتجوز بنت ما يعرفش ابوها مين؟ وانا اعرفه ليه يا بابا؟ انا هتجوزها هي ولا هتجوز ابوها؟ انا اعرفها هي. عفاف. المدرسه بتاعتنا. اتجننت؟ في حد يتجوز مدرسته؟ انا بابا. انت عجي. ثم انت مؤهلاتك ايه؟ ضروري هترفضها. لا يمكن هترفضني لانها معجبه بصوتي جدا. وحياه امك. ايوه. ثم عارف ان سيادتك من ذوي الاملاك وان انا الوريث الوحيد ليك ولا يمكن هتفرط في ده. معقول تتجوز عجل زيك؟ يا بني عجل عجل عجل. امال انا جاي منين؟ ايه في ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ولد؟ ايه اللي انت لابسه ده؟
اصلي يا حضرة الناظر يعني حضرة الناظر دي في المدرسة هنا تقول لي يا بابا يا بابا نعم اصل اللي يا بابا هتروح هتعيشك لا لا ما انا قصدي يعني ايه في ولد يا ولد يا ولد كفاية كفاية في في انا اتجوزت وحياة امك اسمعها تاني انا اتجوزت يا بابا فين جوه في الاوضة اشوفها اشوفها في الاوضة يا فين ايه اللي انت عامله ده ما هو اصلي اصل ايه هي حصلت لحد كده تتجوز في الصور من ورايا ما انا بنفذ نصيحه حضرتك حضره الناظر حضره الناظر دي في المدرسه هنا تقول لي يا بابا يا بابا نعم مش انت قلت لي لازم تحب المدرسين بتوعك انا قلت المدرسين مش المدرسات ما احب المدرسين واتجوز المدرسات كده خد حبها بقى مقطعة يا فين 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 يا فين انا مش هفكر في البحر تاني همسك الاجزخانة انا وابني وابن ابني للابد وهكبرها واعمل لها 100 فرح هعمل لك كل اللي انت عاوزه متهيألي تبص لمستقبلك احسن يا بهجت بكرة تنساه بابا عفاف هي مستقبلي مش هنساها بكرة مش هيبقى فيه بكرة لو سابتني ما هي كمان تبقى عيبة كبيرة في حقك وحق يا بابا لما ابن الأباصيري يغلب ابن المعلم الزناتي في الجواز الناس تقول علينا ايه ايوة بس اللي زي دي مهرها كام بالكتير 2000 جنيه ايوه 2000 جنيه بالشبكة ليه هي مرشيدس ده انا دافع في امك 45 جنيه عيب يا بابا عيب الكلام ده كان زمان دلوقتي كيلو البصل ب12 قرش ايوه بس 2000 جنيه دي جامده قوي نفصلها وعلى العموم هي بنت حلال وممكن تعمل لها تخفيض في مساله المهر دي حسن ده بابا يا ريس عفاف جبته معايا عشان يقول لي كلمتين خير خير ان شاء الله هما كلمتين اتنين بس لمؤاخذه ما ينفعوش يتقالوا على الباب اتفضلوا يزيد فضلك اهلا وسهلا اهلا بيك سلام عليك اهلا وسهلا اهلا بيك يا اموره بقول لك ايه ايه هتتكلم انت ولا اتكلم انا اتكلم انت ما تتكلم انت وانا ادفع ونخلص المسألة مش هعرف خلاص اتكلم انا شوفي بقى يا ست بقى خير في سلامة وسلامة في خير اصلا انا راجل دغري قوي وخفافي ونزيه احب امتع نفسي وامتع ابني ما عمريش حشت عنه حاجة ابدا يعني من الناحية دي تطمني قوي ايه رأيك رأيي في ايه يا معلم يا بابا وضح كلامك عن كده شوية ادخل في المهم شخ شخ حاضر شوف يا ستي انا خارج من ذمتي 740 جنيه مهر و 260 جنيه شبكة وحاجة المطبخ والنجف عليكم على خيرة الله الف مبروك نقرا الفاتحة بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انت بتقول ايه يا معلم ايه يا مرسي ده طب انا هريح احنا نخلي حاجة المطبخ والنجف والسجاد علينا انت فاهم غلط يا معلم اعلى يا بابا اعلى على كل حال يا ستي مفيش فرق بيني وبين مرات ابني وهنروح بعيد ليه ما هي كلها هتبقى فلوسكم احنا نخليهم 840 جنيه مهر و 360 جنيه شبكة على خيرة الله الف مبروك نقرا الفتح بسم الله دي مسألة مستحيلة يا معلم الله 1200 جنيه وتقولي لي يستحيل ده انا احط عليهم 300 جنيه واجوزه سعاد حسني انا اسف يا انس عفاف اصل بابا طريقته بلدي شويه انما وديني النبي انا متفق معاه على 2000 جنيه قبل ما نيجي انا مش متفق معاك على 2000 جنيه يا بابا عن اذنك كده يا بابا كده تهزقني قدام خطيبتي يا لطخ ما هو لو ابتدينا معاها ب 2000
هتوصلهم لتلاتة. اتعلم بقى الحياة جدع بابا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ربنا يجعل في وشنا القبول. ده خلفة ايه المهببة دي؟ ده الظاهر حد سبقنا. حد مين؟ مرسي. ابو الامراض احنا هنقفل على بعض؟ ايه اللي جابك؟ جابني اللي جابك وخلاص خلصنا المسألة. خد ابوك وروح. لا ده انت اللي تاخد ابوك وتروح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بكم كلكم. بابا اعلى يا بابا. 1500 جنيه مهر و500 جنيه شبكة. عيب يا معلم. ولاد الناس محدش يتقدم لهم كده. ايه انت واقف في السوق؟ الفلوس مش كل حاجة. ولاد الاصول بيشتروا رجالة. احنا هندفع 1600 جنيه مهر و600 جنيه شبكة والبيت اللي في العصفرة ينكتب اسمها. حلاوتك يا ما. حلاوت امك. اعلى يا بابا اعلى. 2000 جنيه مهر و500 جنيه شبكة وعربيتين مرشين يتكتبوا باسمها وعبد الحليم حافظ يغني بالفارة. عيب يا معلم. الست عفاف باين عليها بنت ناس واولاد الناس محدش يعرف يشتريهم. انما حيث انك عرفتها تحدي يبقى 3000 جنيه مهر والشبكة والبيت وعبد الحليم حافظ يرقص في الفرح. حلاوتك يابا. حلاوت امك. اسحب اسحب. دي خلفة ايه المهبة. بص شوف ابويا بيعمل ايه. اعلى يا بابا اعلى. اعلى روح فين؟ انت مش شايف الراجل بيطير لفوق؟ معلش اصلها حلوه قوي قوي. شيل يابا حلال عليك. ارجوكم يا جماعه عيب اوقفوا المهزله دي. الله هي ايه اللي زعل؟ انت طبعا. انا مش قلت لك ولاد الاصول محدش يتكلم معاهم كده؟ ايه اللي جابك؟ انت مالك؟ فين الجو بتاعي؟ اتكلم على قدك يا مرسي. ما تحاولش. انا قاعد لها. بس اطلعها سنة 12 قاعد. وانا بقى عشر اكتر منك. هتقطلها لحد ما تحال على المعاش. رايح لامبارح جايب لابوك يا جدع. هلا تاخد خليه ورجلك كام وتسيبها؟ مين؟ انا؟ انت عارف كويس قوي ان ابويا مش يشتري الابله بس، يشتري الابله بالمدرسه باللي فيها. وتعرف كويس قوي ان ابويا مش يشتري الابله بالمدرسه باللي فيها وبس. لا يشتري اسكندريه بما فيها ابوك. مرسي وكتاب الله هنخسر بعض. عورك عورك هقتلك. مرسي لطفي. مرسي تيجي نقسم؟ موافق. شكس شكس. انا اخد الابله وانت تاخد حمزر. نهار نهار اللي اكتم بقى اكتم بقى. انت مش تتجوز ابله، انت تتجوز علمه. انا بس اللي عايزك يا ابله. اتفضلي. وانا بقى قاعد له. لا نسعى فين هنا؟ عايزها ليه انت راجل؟ لا وعدتني ننزل للسوق نشتري شوية حاجات. ليه؟ نشتري شوية حاجات لمراتي. انت لسه ما اتجوزتش يا استاذ علام. قصدي لمراتها. افندم؟ لا قصدي لخطيبتي. انت لسه ما خطبتش يا استاذ علام. انت هتخطب في اغسطس يا استاذ علام. ايه ده؟ غص. امال احنا في شهر ايه؟ في شهر يونيو يا استاذ علام. يونيو
الواحد بقى ينسى اليومين دول كتير قوي. ما قلتليش يا احمد، كان باين عليها ايه؟ ما انت فاهم بقى. متشكر. فاهم ايه؟ يعني ال ايوه يا باكر، عايزني اشرح لك ايه؟ نظرية العواطف. في ايه صعب في نظرية العواطف؟ ملخبطني، قالب كياني، باب العواطف كله مش قادر افهمه. لازم تحبه عشان تفهمه. انا بحبه، انا بحبه قوي 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 قوي، بس هو اللي صعب قوي. ما دام حران كده اقلع جاكيت. ايوه. في ايه يا استاذ علام؟ اسمحي لي بكلمه في الفصل يا انسة عفاف. ما احنا في الفصل يا استاذ علام. لا قصدي في الجرس، في الفسح. حاضر، راجعلكوا حالا. احمد خدت بالك يا ابو حميد؟ من ايه؟ من حكايه تقلع الجاكيته دي، عرفت قصدها؟ لا. انا اقول لك بقى، شوف، اصل اجمل حاجه فيها دراعاتي، فهي مش عايزاني اخبيهم. انت صدقت ان انا حران؟ انا ما كنتش حران ولا حاجه. بابا هتكلمها ايه؟ لو ما وافقتش تخرج على طول وما تقوليش حاجه. ولو وافقت؟ لو وافقت وانت خارج تحضني. خلاص يا سيدي، اذا وافقت على الخطوبه احضنك. اهجت اهي. اهلا 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 بالورده، اهلا بالقمر اللي نور اسكندريه. اهلا يا دكتور. في الواقع يا انسه انا عاوز اشكرك من كل قلبي. على ايه؟ انا بأدي وقت ودلوقتي اسلم عليكم قبل ما اسافر. ما احنا هنتقابل كلنا على المحطه ان شاء الله. مش عايزه اضيع وقتكم. تسمحي تقبلي مني الهديه البسيطه دي؟ ميرسي. كل سنه وانت طيبه. الله، عرفت منين؟ عرفت ايه؟ ان عيد ميلادي بكره. ده بمناسبه انتهاء العام الدراسي. اه. ودلوقتي اذا كانت تسمحي لي بكلمتين على انفراد. تحت امرك. شكرا. بكره اسمع يعني افهم من كلامك ان مفيش امل؟ انا اسفه جدا يا دكتور. على الاقل تاخدي فرصه علشان تفكري. انا عارفه قد ايه الالم اللي حسبته لك انت وبهك، لكن انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي، لسه قدامي سنين طويله من الدراسه، وحتى بعد الدكتوراه في احلام كتيره قوي عايزه احققها. تاخروا قوي. ها، اهدى يا بهجت، اهدى. تلاقيهم دلوقتي بيتفقوا في التفاصيل، المهر والشبكه والعفش. امال هيكونوا اتاخروا ليه يعني؟ كنت عايزك تشرحي لي العاطفة، لكن دلوقتي خلاص أنا مش مصدق نفسي. أنا أسعد إنسان في الكرة الأرضية كلها. عفاف أنا بهجت. إيه ده يا بهجت ده؟ ولد، أنت بتعمل إيه؟ ولد إيه اللي بتعمله ده؟ أنا كنت بشرح لها، كانت هي بتشرح لي العب. اطلع بره يا باك. أنسة عفاف، عندك تفسير اللي انا شفته دلوقتي؟ هي حصلت انك؟ لا، انا ارفض ده بشده. انا كمان ارفضه بشده. امال ما رفضتش بشده ليه؟ ده معناه انك كنت بتشجعيه. ارجوك يا حضرة الناظر، حاول تفهمني. انا مش عاوز افهم حاجة. انا كنت بلعب لعبة خطرة مع الاولاد دول،
كنت عارفه اني بلعب بالنار وكان لازم تحصل خسائر، لكن ما حصلش اكتر من اللي انت شفته. انت كنت عاوز يحصل ايه اكتر من كده؟ انا سعيده باللي وصلت له، لكن انا مش سعيد. فكر شويه، فكر في المعجزه اللي حصلت في مدرستك. معجزه؟ ايوه. انت بتسمي ال معجزه؟ طيب انا هبعت الوزارة واحكي لهم عن المعجزه دي. معجزه؟ انا انت انتوا بتسموا ال معجزه؟ مذكرة مرفوعة إلى السيد مدير المنطقة التعليمية بشأن المعجزة، معجزة إيه؟ بشأن المدرسة عفاف. مدرسة مين؟ بشأن الآنسة، ولا آنسة كمان، بشأن ناظر. انا اسفه اللي حصل ده. انا اللي اسف. انا ماشيه بقى. ماشيه فين؟ تعالي تعالي شوفي. بصي المشاغبين بيذاكروا، هي دي المعجزه. انا متشكر يا بنتي، الاولاد دول كانوا هيبقوا مجرمين، انما انت خلقتي منهم رجاله. خير يا أنيس عفان. صباح الخير يا أنيس عفان. رسمتها ولونتها، بس في خيالي صورة أجمل من كده، من الواقع الحلو البديع كونتها. صورة صورة كلنا عايزين منك صورة.
اشكركم اشكركم على ذوقكم وشعوركم. شعورنا احنا خنافس الشعر بتنافس واللي ربي اطول يبقى ملوش منافس. ده انتم مش هنا خالص. نحن هنا نحن هنا وكلنا وبعضنا تلامذتك لخدمتك في حفلتك ورحلتك. اسأل حضرتك قلبك صراحة كم سنة؟ شوفوا انتو كم سنة؟ نديك 16 ربيع وخمسة فوق. يا سلام. 21 بالتمام عدد الشموع دي بالتمام. وسع يا اخينا انت وهو وسع خلينا ندخل جوه. وسع يا اخينا انت وهو وسع خلينا ندخل جوه. واهدي الكحكه لبيت الابلع. ميرسي. وعليها مليون مليون قبله اخويه بحراره وقوه. يا 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 دي الاخويه نازله عليه. بس وبصوا منك له هاتوا محل قوام هنا هو. بس وبصوا منك له هاتوا محل قوام هنا هو. اصلا انا جبت نموذج لانش ولو انه صغير ما يبانش انما ايه بيعدي المنش اول ما تمليه كده هو. مدهش جدا. امال ايه واحنا بنلعب؟ لا يا بير. فرصه سعيده فرصه سعيده. اما انا بقى الفت قصيده ارجت لي بمقامك عندي وانت تفوقي اي عميده وانا على قد ما امدح فيكي ابقى ما قلتش حاجه جديده. طب اجل القصيدة لما تسمع عميدة ولا اختصرها يا حميدكم هتكون مفيدة. اتك البقاء وفرصة سعيدة. طب اجل القصيدة لما تسمع عميدة ولا اختصرها يا حميدكم هتكون مفيدة. جاتك مصيبة. طب اجل القصيدة لما تسمع عميدة ولا اختصرها يا حميدكم هتكون مفيدة. دانا 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 دانا. اما انا بقى حرقص وحاغني وحزغرط بس اسمعوا مني. بس يا عالم وسمعهوس اديني رتم الواحدة ونص. اديني رتم الواحدة ونص. يا سيدي يا سيدي. مالا يا اختي يا حنينة. يا مصطفى. ايوه يا سيدي حبيبي يا حنين. يا حنين. يا خسارة الوقت فات اعتبر الماضي مات واحنا ولاد النهاردة بس ما عدنا الصغار. وانت اللي خليتينا نتغير باختصار. رديت العقل فينا بدلت النهار. رديت العقل فينا بدلت النهار. يا عمر قول لي رايح على فين. كلنا نقف طابور في سكة الوابور وعشان خاطر عيونك نعطل المرور. كلنا نقف طابور في سكة الوابور وعشان خاطر عيونك نعطل المرور. نعطل المرور. عيد ميلاد سعيد سعيد. عيد ميلاد سعيد سعيد.
سعيد ميلاد سعيد سعيد عيد 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 ميلاد سعيد سعيد